بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح إن شاء الله في الفيديو ده برنامج وورد. عايزين نعرف عن البرنامج ده، هو إيه فايدته، طب نحتاجه إمتى، طب إزاي نحمله ونشتغل عليه. كل الكلام ده هنعرفه في هذا الفيديو إن شاء الله. مبدئيا كده، برنامج الوورد هو برنامج من مجموعة برامج اسمها برامج الأوفيس. برامج الأوفيس دي مقدمة من شركة مايكروسوفت، وهي برامج عريقة جدا، والوورد زيه من البرامج دي لا غنى عنه أبدا في عديد من المجالات. أولا المجال الأكاديمي، المجال الأكاديمي يستخدم فيه الوورد بشكل كبير جدا، سواء كان في المدرسة أو في الجامعة، سواء كنت بتدرس أو بتدرس، فأنت هتستخدم الوورد، يعني هتستخدمه. يستخدم برضو في المجال التجاري، المجال التجاري يعني في البيزنس والكلام ده برضو يستخدم فيه الوورد. وأهم مجال برأيي يستخدم فيه الوورد هو مجال البحث العلمي. مجال البحث العلمي ضروري جدا، وتقريبا كل اللي بيعمل أي رسالة علمية بيستخدم برنامج الوورد عشان يكتب الرسالة بتاعته بشكل أساسي على البرنامج ده، بالذات عشان البرنامج ده بيساعدنا بحاجة اسمها references، فدي حاجة مفيدة جدا للي بيعملوا الرسائل العلمية. رابع مجال يستخدم فيه برنامج الوورد هو المجال الأدبي. يعني المجال الأدبي، سواء كنت بتكتب قصة، بتكتب كتاب علمي، أيا كان الكتاب اللي بتعمله أو الورق اللي بتعمله، فأنت هتستخدم برنامج الوورد عشان تكتب الكتاب ده. طيب ما تقول لنا برنامج الوورد ده بيعمل إيه بالظبط؟ أنا فهمت هو بيعمل إيه من الآخر، بس هو سيمبلي كده بيعمل إيه؟ سيمبلي كده هو يستخدم لكتابة نصوص. يعني زي ما انتوا شايفين، انا دلوقتي فاتح برنامج الوورد وبكتب نصوص عليه، بكتب بوينتس، بكتب باراجرافات عادي. دي حاجة يستخدم ليها الوورد بشكل اساسي. الحاجة التانية ان انا ممكن اعمل مايند مابس، ودي بقى تفيدنا احنا في شغلنا. ممكن المايند مابس تتعمل عادي على الوورد باستخدام مخططات، هو الوورد يتيح لك ان انت تضيف مخططات والكلام ده عشان تملي المخططات بالبيانات اللي انت عايزها، وتطلع معاك مايند ماب جميلة ولطيفة ان شاء الله. تالت حاجة ممكن يستخدم فيها الوورد هي عشان نعمل رسومات ومخططات بيانية. انت مثلا فلنفرض ان انت بتشرح حاجة، فبتكتب باراجراف، وزي ما احنا عارفين ان الكلام كتير مش مفيد قوي، خصوصا لو كان الموضوع معقد، فاحنا محتاجين ندعم الكلام برسومات ومخططات بيانية عشان يبان الكلام مفهوم اكتر. فاحنا هنعمل كده ازاي؟ ببساطة، كمان الوورد بيخلينا نضيف رسومات بيانية او مخططات احنا نعملها، ونختار الشكل اللي احنا عايزينه، ونحط البيانات اللي احنا عايزينها عشان ندعم فكرتنا، ويبقى الموضوع أسهل في توصيل الفكرة. رابع حاجة ممكن نستخدم الوورد فيها، هي الصراحة حاجة مش أساسية للوورد، ولكن الوورد بيفيدنا برضو في الكلام ده، واللي هو الإشارة للصور والتعديل عليها. يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أضيف صورة على برنامج الوورد، أنزل صورة هنا دلوقتي، والصورة دي ممكن أشاور عليها بمخططات بيانية زي ما قلنا هنا، زي بإشارات، بأسهم، والصورة نفسها برضو ممكن أعمل لها ستايلات، أعمل لها شادو، ميرور، ممكن أغير ألوانها، ممكن أسحب الألوان منها خالص، والكلام ده كله يعني وورد بيتيح لنا إن احنا نعمله بطريقة سهلة جدا. طيب تمام، حلو قوي الكلام ده. طيب أنا كشخص عايز يستخدم وورد، هو فري ولا أقدر أستخدمه، ولا المفروض أعمل إيه بالظبط؟ لا، هو الصراحة مش فري، هو في اشتراك سنوي أو نصف سنوي على حسب بقى البلان، ولكن مايكروسوفت بتتيح حاجة حلوة جدا جدا، إن أنت كطالب يتاح ليك ان انت تستخدم كل برامج الاوفيس فري من غير ما تدفع اي مليم. طيب هنعمل كده ازاي؟ كل اللي انت محتاجه هو ايميل الكلية بتاعك او ايميل المدرسة. الايميل ده اللي مش عارف يجيبه منين، ممكن تروح وحدة الاي تي في الكلية وهم هيدوك الايميل لو انت لسه ما عندكش الايميل، بس اظن يعني اغلبنا خلاص عرفنا الايميل ده نجيبه ازاي وعرفنا ندخل عليه. طيب تعالوا نشوف ازاي ننزل برامج الاوفيس بشكل عام او الوورد بشكل خاص. هنخش على اي متصفح عندنا على الكمبيوتر، سواء كان كروم مثلا او مايكروسوفت ايدج، وبعد كده هنخش على موقع اسمه portal.office.com، اهو الموقع ده. الموقع ده هيطلب منا نسجل دخول، هيطلب منك الايميل بتاعك، فانت عادي هتحط الايميل بتاع الكلية اللي خدته من الاي تي او اللي انت عارفه، وتحط الباسورد اللي هم ادهولك او اللي انت عملتها، وهتطلع لك الصفحة دي. تمام، من الصفحة دي هتدوس هنا على install office، وهتدوس على اول خيار.
هيحمل لك برنامج صغير هنا اهو، اهو حمل على طول، هتفتحه تمام، فهيقول لك انتظر قليلا we're getting things ready، هتستنى لحد ما يحمل خلاص وينزل الاوفيس. هو يحتاج تقريبا مش عارف 2 جيجا 3 جيجا حاجة زي كده، فانت خليك معاك دايما، خليك على واي فاي يعني، بلاش تلزنه من الباقة عشان هتزعل. طيب هتسيبه ينزل خلاص وبراحته يعني، ممكن يطول شوية، ولو طلب منك الايميل بتاعك هتحطه تاني. بعد كده خلاص هتفتح الوورد. ازاي نفتحه؟ بعد ما تعمل ريستارت خالص، انت ممكن تدوس ويندوز، زرار الويندوز عندك على الكيبورد، وتكتب وورد، تكتب وورد على طول، اهو هيطلع لك البرنامج هنا. لو ما طلع لكش البرنامج هنا فانت محتاج تعمل ريستارت، يبقى انت ما عملتش ريستارت. طيب ادي الوورد بتاعنا فتح هنا على طول، جميل جدا. نقدر نعمل نيو بلانك دوكيمنت، وهيدينا صفحة فاضية ونقدر نكتب فيها اللي احنا عايزينه، اي حاجة عايزينها، ونظبط الكلام. وفي الخطوات الجاية هنعرف ازاي نستخدم الميزات بتاعة وورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هشرح برنامج الوورد، هو أحد برامج مايكروسوفت أوفيس. هو مختص بمعالجة النصوص والبيانات. ده شكل الأيقونة بتاعه، نجيبها منين؟ كليك يمين، نيو، كده من هنا، أو من هنا نكتب كلمة وورد، هيظهر لنا. تمام، طيب ندخل عليه، بسم الله. طيب هنا بقى بنكبر شكلها، طبعا دي الصفحة اللي بنكتب عليها، كده بنكبرها او نصغرها على حسب الحاجة بتاعتنا. من هنا طريقة العرض برضو كده، تمام. من هنا عدد الصفحات، عدد الكلمات واللغة المستخدمة، هنا بنقفله كده او ان احنا بنصغره او بنقفله خلاص، وبتظهر لنا رسالة بيقول لنا save او don't save. تمام، من هنا بقى في ايقونات احنا بنضيفها، الحاجات دي كلها لو حابب تضيفها يعني، انك بمجرد ما تضغط هنا يعمل لك صفحة جديدة وكده. طيب نبدأ شرح. احنا عندنا هنا دي كلها قوائم، الفايل والهوم والانسيرت والديزاين، دي كلها حاجات موجودة هنا، قوائم يعني. انا هبدأ اشتغل الاول على الهوم عشان هي عليها الشغل الاساسي، بعد كده نروح للفايل. الهوم هنا طبعا لو كتبنا وورد، كلمة وورد، طيب عايزين نشتغل مثلا الجزئية دي، هي عبارة عن كوبي وبيست والكلام ده. فمثلا لو تعمل كوبي بعد كده بيست، تنزلها وكذا وهكذا. بعد كده عندنا لو عايز تمسحها، لو عايز تشيلها خلاص هتعمل كات. طيب دي الجزئية المهمة اللي هنا. بعد كده احنا عندنا هنا نوع الخط، تمام، دي كلها خطوط جميلة جدا. عندنا كذا خط، احنا لو عايزين نكتب اي خط احنا عايزين يعني، من هنا طبعا نختار، ممكن نختار على طول او ان احنا نكبر ونصغر على حسب الاحتياج بتاعنا. طيب هنا نعمل بونت للكلمة او نخليها مايلة او تحتها سطر لو مش عايزينه. طبعا هنا السطر على الشكل اللي احنا عايزينه، بمجرد انك مش عايزه تضغط عليه خلاص اتشال. طيب كده لو خلاص انت عملت الحاجة، مثلا لو بتكتب تو دو ليست او حاجة زي كده يعني. طيب الحاجات دي مثلا واحدة فيهم تستخدم في الرياضيات لو عايزين نعمل حاجة قص كده، او مثلا في الكيمياء دي لو عايزين نعملها H2 الكلام ده يعني. طيب بعد كده عندنا هنا شكل الكلمة نفسها، لو حابينها كده اللي هو أول حرف فيها كابيتال، أو ده الحالة بتاعته أصلا إن هو المفروض أول حرف يبقى كابيتال، أو كله سمول كله كابيتال، أو نعمل كابيتال لأول حرف بس. طبعا لو كاتبين كلمة تاني مثلا جنبها
فهتبقى واضحة بالنسبة لنا يعني كده. هيعمل يكبر أول حرف بس، تمام. بعد كده عندنا هنا دي بقى الحاجات يعني احنا نعملها لشكل الكلمة كده مثلا. يعني طبعا احنا ناخد نعرف ننسق الالوان عشان يبقى مريح بالنسبة لنا او مريح لعينينا يعني، او عين اللي هيقرأ، لو مش انت الشخص اللي هيقرأ كهكذا، تمام. تمام. بعد كده احنا عندنا هنا لون الخط نفسه، اي عايزينه ايه مثلا، وهكذا يعني. طيب هنا بقى نمسح كل اللي احنا عملناه بس كده. حبيت ارجع بقى الحاجات دي مثلا، لو حابب ارجع للحاجة اللي انا كنت لسه عليها، او ارجع للاول خالص وهكذا، من هنا اظبط برضو. بس يعني يا رب تكون وضحت الفكرة. طيب هنا بقى احنا لو عايزين نرقم او نعمل الاشكال دي مثلا، تمام، خليه اسود حلو. هنا مثلا دي كلها اشكال عشان نعمل يعني ان هو دي حاجة مهمة، مثلا البوينت ده مهم. هنا لو حابين نرقم طبعا حاطين ارقام او ABC او الارقام اللاتينية يعني. هنا لو الموضوع بتاعي ليه كذا نقطة من هنا يعني نقدر نظبط. بعد كده من هنا يبقى تنسيق الكلام ناحية الشمال او في النص او ناحية اليمين. طبعا اكيد ما مش هقول لكم انه مثلا في الشمال لازم يبقى الشمال يعني، واليمين لازم يبقى ناحية اليمين وهكذا. ولو ما يعني لو مثلا اسم الموضوع يبقى في النص، تمام. هنا بقى اللي هو طبعا دي هتوضح فكرتها اكتر لو كان في كلام كتير، تمام، ان احنا نعمله كده كأنه مصبوب صب يعني، او بالشكل ده زي ما هو واضح. هو مش هقدر اوضحها دلوقتي، لازم تبقى كتابة كتيرة يعني، بس المهم ان الفكرة وصلت. من هنا بقى يبقى اقصى الشمال او اقصى اليمين، كده اتحركوا ناحية اليمين، بس هو عشان كلمة انجلش هو مش هيرودي هناك، تمام. طيب دي مهمة في لما تحب تحدد الحاجة، لو عملتها كده اللي هي ناحية اليمين مش هيعرف يحدد بالشكل، هتحس انه هو بيعمل حاجات غريبة كده، تمام. فيفضل ان انت وانت بتشتغل انجلش لازم تخليها ناحية الانجلش، تمام. طيب التنسيق ده ما بين الكلام برضو مش هيوضح قوي الا ما يبقى فيه كلام كتير، مثلا يعني كده. الحاجات دي مثلا اللي هنا هيوضح كده، عايزين ما بين الكلمتين يعني اعمل ايه مثلا. معلش بس الحاجة دي اتحركت مكانها. كده مثلا لو عايزين نخلي المسافة بينهم كده، تمام، واضحة تقريبا الفكرة.
تمام، او ان انت ممكن تكتب لوحدك، يعني تختار السبيس لوحدك اللي انت عايزها. تمام، طيب هنا بقى هو بيلون لك الجزئين المفروض ان انت تضلل كده وتشوف انت عايز تلونها ايه وهكذا يعني، او لو مش عايزها خالص. طيب هنا بقى انك تعمل خط تحتها كده سهل يعني، وطبعا تقدر تلغيه كله بضغطة زر، يعني تلغي كل ده. عايزها جاهزة تاخد ده outside border بس، يعني كده دي الباراجراف. طبعا ده ترتيب أبجدي لو كاتبين برضو كلام كتير. كده بص جاب لنا دي الأول، بعد كده لو مثلا عايزينها العكس رجعها زي ما كانت. تمام، طيب ده بالنسبة للباراجراف. عندنا بقى ستايل، دي مثلا لو حد مثلا فاضي وعايز يشتغل. طيب بالنسبة لدي بقى لو حد عايز حاجة سريعة، وبرضو زي ما قلت لكم لازم تحدد الحاجة اللي انت عايز تشتغل عليها وتيجي هنا بقى تختار اللي انت عايزه. بعمل الكلام ده كله ده لو حد بقى مش ما عندوش بقى وقت يظبط يعني، او انت تصمم الشكل بتاعك لوحدك. تمام، طيب بالنسبة هنا البحث لو بتبحث عن حاجة معينة، ريبليس لو عايز تشيل حاجة وتحط حاجة مكانها، وسلكت والكلام ده. طيب نشوف الفايل. طبعا احنا عندنا هنا في التمبلتس عندنا اشكال كتير، دي طبعا بنجيبها من الفايل. دي عندنا اشكال كتيرة كده نستخدم منها اللي احنا عايزينه، في اشكال تقويم، فاكس، كوفر شيت، يعني كل حاجة مكتوب تحتها الاستخدام بتاعها او اسمها يعني تستخدم فيه يعني، ونضغط عليها تبقى جاهزة نشتغل عليها على طول. وطبعا دي اللي هي ورقة فاضية يعني كأنك هتبدأ حاجة جديدة بس كده. الفايل هنا بقى عندنا فيه ايه؟ عندنا لو عايزين واحدة جديدة نضغط على نيو اوبن، هنفتح حاجة قديمة عندنا من الحاجات اللي هنا بيقولك ريسنت، حاجات اتفتحت مؤخرا يعني. تمام، هنا بقى يهمني في الجزئية دي encrypt with password، ان احنا نحط له باسورد لو الدوكومنت اللي انت شغال عليه مش عايز حد يشوف انت كاتب ايه فيه. مثلا لو انت شغالين في مكاتب او حاجات زي كده ومش عايز حد يشوف او حد يشتغل عليه يعني، او حتى لو ما حبيت تبعت حاجة مش عايز حد يعني يبوظها، ممكن اكيد انت هتديه الباسورد مثلا، انك حتى لو بعتها لازم يحط الباسورد. تمام، ده بالنسبة لنا انت تحط الباسورد دوس اوكي، وتقريبا هيطلب منك تاني انك تحط الباسورد وهكذا. طيب السيف، السيف يختلف عن السيف از، انه السيف ان انت اشتغلت عليه قبل كده ومسيفه باسم معين ودلوقتي حابة تغير الاسم مثلا، ف تضغط على سيف. سيف از ده لو انت دي زي دلوقتي انا لسه اول مرة افتحه واشتغلت عليه، وهعمل سيف از يعني الدوكومنت ده نفسه اول مرة افتحه واشتغل عليه. طيب احنا عندنا هنا البرنت لو انت متصل بطبيعة يعني وهكذا، طبعا انت لازم تعرفها يعني وكده، ده مش موضوعنا. وهنا عدد النسخ وتطبع ايه وايه الشكل وهكذا يعني. شير دي طبعا تحفظها، ومن هنا تقدر تبعتها يعني. الاكسبورت ودي اهم حاجة واهم نقطة في الفايل، ان احنا نحول الوورد بتاعنا لبي دي اف. تمام، من هنا نضغط عليه هنحوله بي دي اف. اوكي، طيب هنا بقى نقفل الموضوع ده خالص. تمام، ودي بقى الاكونت بتاعك والاوبشنز لو عندك الاوبشنز اللي هو لو عايز تغير حاجات يعني وهكذا، تغير اسمه الباك جراوند والحاجات دي كلها دي من هنا كله. تمام، طيب تقريبا كده الفايل كله خلص.
نروح الانسيرت. انسيرت احنا عندنا هنا الكفر، كفر بيج، اشكال كتيرة. تمام، دي اشكال كتيرة للكلام ده. انت بس هتحدد انت حابب تحطه فين. تمام، اختار اني واحدة ويبقى كده جاف الاول يعني، بعد كده الموضوع بتاعك. تمام، بلانك بيج برضو هتحدد انت عايزها فين بالظبط، يعني مثلا تضغط هنا وتشوف بقى هنا تعمل بلانك بيج، هيضيفها تحت هنا. معلش كده عملنا واحدة جديدة. تمام، طيب بيج بريك دي تختلف عن بلانك بلانك بيج. تمام، بلانك بيج ان انا ضفت صفحة جديدة. بيج بريك او بيج بريك لا، دي معناه ان انا اقتطعت الصفحة دي وكملت تحت. تمام، الفرق بينهم ان دي تقدر تمسحها بس دي لا تقدرش تمسحها. تمام، يعني كده مثلا لو عملنا ديليت تتمسح عادي جدا. تمام كده نرجع بقينا صفحتين عادي جدا، لكن في البيج بريك لا مش هتتمسح خالص. فخليك يعني محدد من الاول انت عايز ايه. تمام، طيب دي بالنسبة بقى للحاجات دي. التابلز بس مش هقول يعني حاجات، هقول كده همشي عليه بس سريعا عشان زميلي شرحه. من هنا بقى تختار الحاجات دي وكده، او تعمل انسيرت للتابل اصلا ترسم لوحدك او تستعين بالاكسل والكلام ده. تمام، من هنا طبعا نقدر نعمل نضيف صورة سواء من الكمبيوتر بتاعنا او من على النت كده. مثلا نكتب عين شمس يونيفرسيتي. تمام، هيظهر لنا شكلها، دي الكلية بتاعتنا الجميلة. ده بقى العلامة، نعمل insert كده، هنبقى احنا اخدناها تتحط هنا على اخر مكان يعني وهكذا يعني. تمام، ونقدر نعدل عليها. تمام، طيب من هنا بقى الاشكال دي كلها نقدر هنا نحطها ونشتغل عليها. ولو يعني من هنا بيبقى حط يعني حطت لك الاشكال اصلا جاهزة، انت بس هتملاها، انت بس تحدد نفسك عايز ايه بالظبط، تدخل من هنا او لو حابب تجيب من بره يعني. تمام، بتطرق لها سريعا عشان زميلي اتكلم عليها اصلا. تمام، طيب ايه احنا كنا في طيب هنا بقى خلصنا. لو في انت عملت سكرين شوت وحابب تحطها مثلا كده، تمام تتحط هنا عادي جدا، ده بالنسبة للسكرين شوت. تمام، طيب هنا بقى الويكيبيديا والحاجات دي كلها. هنا بقى لو حابب تحط لايف فيديو او من اونلاين يعني تبحث عليه وتحطه. هنا بقى اللينكس اللي هتحطها. طب انا عايزة اشرح ايه الجزئية دي، مهمة بالنسبة لي ان اغلب ده شرحه زميلي يعني. طيب هنا الهيدر طبعا دي مثلا تحط عنوان فوق كده، حاجات دي يعني اشكال كتير وفي اكتر يعني لو حابب تبحث مثلا عن النت وكده. مثلا نحط دي، هو حط مثلا الصفحة فوق، ده كل الشغل عليها مثلا، ده الهيدر مثلا. لو حابين نكتب هنا اسم اي حاجة يعني، او الفوتر اللي هي بتبقى من تحت للارقام
وما إلى ذلك يعني. طبعا انتوا تقدروا تظبطوها وتشكلوها زي ما انتوا عايزين، كل واحد يعني بطريقته. طبعا انت لو ما عملتش مثلا هيدر اند فوتر وحابب تعمل البيج نمبر عادي، شخص بسيط هيشتغل فبيج نمبر يعني، فيشتغل على طول من هنا. مثلا حابب تحطها فوق تحت كده يعني على الجنب والكلام ده. طبعا باقي الحاجات دي، المعلومات والكويك باردز والبيكتشر، الحاجات دي كلها يعني ما احنا مشتغلش عليها كتير، بس يعني الجزئية دي مثلا لو كتبنا اي حاجة هنا. بس نخلص شغلنا نعمل كده، او نضغط مرتين، او زي ما قلت نضغط على الاكس اللي كان فوق. طيب تقريبا كده. الجزئية دي طبعا هي بتتكلم على نفس الكلام يعني اللي احنا كنا شفناه من شوية. طيب هنا دي المعادلات بقى والكلام ده، لو حد بيكتب رياضيات يعني، وفي اكتر لو حابين ندور عليه يعني، او انك تعمل انسرت من هنا. دي كلها الحاجات دي. طيب كده من هنا برضو في عندنا الحاجات دي برضو more simple، حاجات كتير، اشكال كتير يعني تقدر تجيبها، ممكن ما تلقاهاش في الكيبورد يعني، فهو مجهزها لك. تمام كده تقريبا خلصنا الانسرت. دلوقتي على الديزاين. ديزاين بقى شكل الحاجة اللي انت هتكتب عليها يعني، هي كده اللي هي قلنا اللي هي الهيدر والفوتر والكلام ده، ده اشكال الوانها يعني. تمام وهكذا. تمام دي بيبقى شكلها يعني. تمام دي كلها في اشكال اكتر كمان. طيب دي بقى الالوان اللي احنا عايزينها، الالوان اللي ممكن نشتغل عليها يعني كده. مثلا لون لطيف ده. وهنا بقى شكل الكتابة وكده. بالمنظر ده يعني. طبعا هنا برضو الباراجراف سبيسن، طبعا زي ما قلت لكم مش هيوضح الا لو كان في كتابة كتيرة يعني. الجزئية دي مهمة يعني، عشان جزئية كمان مهمة أكتر اللي هي الورد الووتر مارك. تمام اللي هي أنت تكتب يعني زي ما تقول كده حقوق تبقى ليك يعني، حقوق محفوظة ليك لما تبقى أنت كاتب طبعا الحاجة دي. من هنا ناخد الطريقة اللي احنا عايزين تتعرض بيها، مثلا تبقى شكلها ازاي يعني. تمام بعد كده نكتب يعني على أساسها. استنوا كده. المفروض تظهر الشاشة، أنا مش عارفة ايه مالها يعني. طيب نعمل كده من هنا يعني. نعملها. حابب تحط صورة لو عندك صورة ماشي، حابب تكتب بس تمام براحتك خالص. سوري من هنا يعني مش هتحط يعني هنا picture watermark. لو عندك صورة مثلا في الجهاز وحابب انها تبقى الخلفية بتاعت الموضوع ده يعني. من هنا بقى تختار اللانجوج اللي هتكتب فيها، الكلمة اللي عايز تتكتب مثلا.
الخط اللي عايز تكتب بيه وهكذا يعني، واللون اللون اللي حبه يعني. بعد كده نعمل اوكي. طبعا هي تبقى واضحة لو شلنا الصور دي، هتبقى واضحة معانا. طب او نعمل نزود صفحة تبقى واضحة اكتر ان شاء الله كده يعني، حقوق ملكية يعني وكده. طيب البيج كولر، شوف بقى الخلفية بقى اللي هنا عايز تلونها ايه. بعد كده البيج بوردر وهكذا يعني، شوف الشكل اللي انت حبه وتزود في الشكل يعني حجمه او كده. ولو حابب تبقى فيه اشكال زي كده مثلا وهكذا يعني، تختار اللي انت عايز من هنا بس. طيب طبعا هنا المكان اللي هتكتب فيه مثلا يبقى متحدد قد ايه مثلا من هنا وكده، ده بيفيد اكتر يعني، بيبقى واضح اكتر في الطباعة. هنا طبعا الشكل تبقى عايزه كده عمودي او افقي يعني. الحجم برضو ده عشان الطباعة، الاسطر وكده طبعا زي ما قلت لكم دي بتبقى واضحة اكتر في الكتابة يعني. بس والباقي اتكلمنا عليه. هنا برضو اتكلمنا عليه، هنا في الهوم الحقيقة من هنا بالظبط يعني، بس كده دي الحاجات المهمة. لو حطينا مثلا صورة او حاجة هنا، يبقى انت حابب تحط الصورة فين، في النص ولا على الجنب وهكذا يعني. دي باقي الاشكال نحطها فين بالظبط. بص كده بحرك وهكذا، عشان هنا من هنا عشان تعرف تكتب عليها يعني، على اساسها تكتب عليها نفسها يعني. مثلا لو حابة تكتب عليها عش دي، ما نعمل كده من هنا يعني المفروض نعرف نكتب عليه تمام. من عندنا الأشكال لو حابين ناخده ونكتب عليه يعني. طيب تمام كده، الصورة مثلا ناخدها نعدل عليها تمام، والكلام ده نشوفها احنا عايزينها شكلها عامل ازاي كده كده تمام، ونلونها. اول حاجة دي الشغل ده احنا كل ما نعمل الاضاءة بتاعتها. طيب كده كفاية عليه الجزئية دي تمام. الريفرنس من هنا بقى تحب تضيف الفهرس يعني تمام. تقريبا حاجات هنا مش هنستخدمها. طيب دي طبعا لو عايزين نعمل زي دعوة وحاجات دي بطاقات وكده تمام. من هنا بقى المهم بالنسبة لنا ال spelling والجرامر، فانت بتحدد لو كان في المشكلة مكتوبة بطريقة خطأ يعني. مثلا لو انا حطيت دلوقتي لو انا كتبت هنا مثلا كتبت وما عملتش حساب لقواعد اللغة
ومثلا سبت مسافة وحطيت نقطة هنا، تمام، هعمل تشيك سبيلينج، فهيقول لك ايه قرب النقطة من هنا، فهو بالنسبة له ده خطأ انت لازم تظبطه، هو كده اتظبط يعني بالنسبة له. اوكي، هنا كمان احنا مثلا لو كتبت الكلمة بطريقة غلط كده مثلا، هعمل له تشيك، هيقول لك الكلمة غلط، ده خط احمر يبقى غلط في السبيلينج نفسه، هتعمل له تشينج. اما لو ازرق فده قواعد كتابة هي اللي عندك فيها مشكلة. طيب هنا طبعا العدد بتاع الحروف والكلمة والكلام ده. طيب هنا بقى ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى بالنسبة له مثلا لو هيقرأ لهم او يعمل لهم الكتابة والكلام ده. طيب بالنسبة للترانسليت، دي حاجة اكتشفتها مؤخرا، في يعني هي موجودة قبل كده بس انا اللي اكتشفتها مؤخرا كده. نكتب اي حاجة مثلا، تمام كده مثلا من هنا. طبعا من هنا برضو الأدوات الاختيارات بتاعتنا، هنا بقى هيظهر لك translate، تمام، يظهر لك في الناحية اليمين، فهو طبعا أنا مظبطاها English to عربي. طيب فهي ظهرت لنا جامعة عين شمس، وباقي برضو يقدر يترجم لك أي حاجة أنت عايزها. تمام كده الأخطاء والحاجات دي اللي هنا، بس أعتقد كده كفاية. طيب هنا برضو اللي أنا قلته هنا، فاللي هو لو عايزها read mode كده، أو لو عايزها زي ما احنا هنا أو الشكل ده، تمام، دي نفس اللي قلته قبل كده. دي بقى المسافات بين الصفح والكلام ده، نعمل زوم من هنا، نخليها وان بيج ولا مالتيبل بيج كده، يعني يبقى عرض الصفحتين جنب بعض، تمام. تقريبا هو الجزئية دي اللي هنحتاجها. هنا ممكن تبحث على اي حاجة من هنا. طيب كده نبقى نكون خلصنا تقريبا يعني. طيب فاضل الجزئية دي اقولها. طيب نضيف من هنا، نضيف من هنا الحاجات اللي احنا عايزينها، عايزينها الحاجة السريعة يعني، نختار من هنا ونعمل اد يتحط الناحية التانية مثلا. لو عملنا كده نعمل اد، يعني لو عامل سلام ديليت حاجة زي كده تظبط لك، سيف از مثلا، ونحط مثلا سبيلينج جرامر، وهكذا يعني، وتعمل اوكي فيظهروا كلهم هنا يساعدوك يعني سريعا وهكذا. طيب كده اكون خلصت يعني الجزئية دي او جزئية الورد اللي علي يعني. اتمنى يكون وصلت الفكرة بتاع استخدامه واديتها بشكل كويس. اتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب دلوقتي يا شباب عايزين نعرف ازاي نضيف صورة على الوورد، على ملف الوورد بتاعنا. ببساطة الموضوع سهل بسيط جدا، هندوس insert هنا وهندوس على pictures، بعدين this device، وهنختار الصورة اللي احنا عايزينها، وليكن مثلا انا عايز اضيف الصورة دي، تمام. طيب دلوقتي ممكن تواجهنا شوية مشاكل. اولا ثانية واحدة، ممكن الصورة تبقى كبيرة قوي او صغيرة قوي، فانا عادي ممكن اصغرها واكبرها من هنا. ثانيا ممكن الصورة تبقى تلخبط الكلام، يعني مثلا بصوا هنا زي ما احنا شايفين هنا الصورة جت بين الاربعة
والكلمة هي. طب انا لما اجي عايز احركها مثلا، مش عايزها تبقى هنا، لا مش بتتحرك. طب ازاي نتغلب على الكلام ده؟ ازاي نتغلب على المشكلة دي؟ هدوس هنا اللي هي layout options، ولو مش ظاهرة ممكن ادوس كليك يمين وبعدها wrap text. تمام. بعد كده هدوس على عندي خيارين، ممكن احط behind text فالتكست بتاعي هيبقى قدام الصورة، او ممكن احطها in front of text فالصورة هتبقى هي مغطية على التكست. in front of text هتبقى احسن عشان اقدر اتحكم في الصورة. صح تمام كده. انا يفضل مثلا الصور بتاعتي تبقى على جنب. طب افرض انا عايز مثلا احطها في نص الكلام هنا وعايزها تبقى بين الكلام ده، فازاي هظهر الكلام ده وفي نفس الوقت اظهر الصورة بينهم؟ ببساطة هدوس على اي مكان فاضي، هدوس انتر كتير لحد ما يبقى في مكان فاضي للصورة كفاية، واحط الصورة في مكان الفاضي ده. تمام. طبعا هو الافضل ان احنا الصورة تبقى على جنب تماشيا يعني مع الكلام، جنب الكلام اللي هي بتشرحه، فالصورة تبقى هنا مثلا تشرح الكلام ده زي كده مثلا. خلاص فكر. layout options in front of text. خلاص دي احسن حاجة عشان التنسيق، عشان مفيش حاجة تبوظ ولا الكلام يختفي ولا اي حاجة. طيب تاني حاجة معانا اللي هي الجداول. الجداول طبعا مهمة جدا في عمل التلخيصات تحديدا، يعني هتفيدنا اوي لما نعمل تلخيصات، فلازم نبقى عارفين ازاي نعمل جداول. هندوس فوق على الشمال على insert، بعدين هندوس على table، وهنحدد شكل التيبل او الجدول اللي احنا عايزينه. هل احنا عايزينه 3 في 4، 3 في 5، 2 في 4، فعلى حسب احنا عايزينه ازاي هنعمله، مع الاخذ بالحسبان ان احنا عندنا مثلا اول صف ده مش محسوب، او الصف ده مش محسوب، على حسب بقى احنا عايزين الجدول ازاي. تمام. لو احنا يعني مش عارفين نعمل او مش عارفين نعد او هيبقى صعب شوية، فاحنا ببساطة هنشيل ده، هندوس insert تاني table، هنعمل draw table وهنرسم ده. طبعا للناس اللي متعودة على خط الايد، على كتابة الايد اكتر، فده يعني حاجة شبهها كده. فاحنا هنرسم table كده، هنرسم جدول هنا، وبعدين هنقول مثلا انا عامل كده خط هنا وخط هنا. تمام. وخط هنا، فليكن مثلا انا بقارن بين حاجتين، لا سوري، ادوس Ctrl Z عشان ارجع خطوة لورا. تمام. زي مثلا انا بقارن بين حاجتين، حاجة هنا وحاجة هنا، وبقارن في الحاجات دي. تمام. فيبقى بقارن اول حاجة في السايز مثلا، اعمل خط كده، وبعدين في الشيب اعمل خط كده، وبعدين في كذا اعمل خط تاني. تمام. وكده لحد ما اخلص البوينتس بتاعتي كلها، وبعدين املي في كل مكان هكتب ايه. تمام. طيب خلينا ناخد مثال ازاي نعمل جدول ويبقى شكله حلو ويبقى زي ما احنا عاوزينه. هندوس على insert، هندوس على table، هنروح ننقي الشكل اللي احنا عايزينه. مثلا انا قلت عايز اعمل مثلا مقارنة بين حاجتين، فهيبقى 3 خانات، 3 اعمدة يعني، عمود للحاجة الاولى وعمود للحاجة التانية وعمود للمقارنة، وجه المقارنة ما بينهم. فانا مثلا وجه المقارنة عايزه يبقى صغير مش كبير قوي كده، وهيبقوا الاتنين دول قد بعض. تمام. وهنكبر المسافات بين كل واحدة والتانية، بين كل نقطة والتانية. طيب حلو الكلام. طيب عندي مشكلة بقى، الجدول هنا شكله مش لطيف خالص، يعني هو مجرد خطوط مفيش أي ستايل مفيش أي حاجة. طيب بكل بساطة هدوس على التابل هنا، هروح لـ Table Design، هشوفها هنا الـ Table Design. تمام. هدوس هنا فهيطلع لي كل الأشكال اللي أنا عايزها. زي ما قلت أنا بعمل مقارنة بين حاجتين، فمثلا مش هينفع مثلا أختار ده، عشان لو اخترت ده انا كأني بعمل مقارنة بين 3 حاجات. انما ينفع معايا ده مثلا، ده ينفع معايا ليه؟ او خلينا نشوف مثلا ده. تمام. عشان انا بقارن بين حاجتين، حاجة هنا وحاجة هنا، في بوينت هنا. تمام. واضح. مثلا خلينا نشوف ده، فده برضو بيخليني اقارن بين حاجتين، حاجة هنا وحاجة هنا، وده وجه المقارنة هنا. طيب دلوقتي انا كده بقارن بين حاجتين بالعربي، صح؟ يعني اتجاه النص من اليمين للشمال، يعني انا بقارن حاجة، بكتب حاجات عربي هنا وبقارن في حاجات عربي. فنفرض انا عايز اكتب الانجليزي، طب ازاي هقلبه بقى من الشمال لليمين؟ الجدول ده هو اتعمل اساسا واحنا اتجاه الكتابة بتاعنا من اليمين للشمال، فعشان نعمل جدول تاني يكون من الشمال لليمين هنزل هنا برضو
هدوس هنا، ده بتحدد اتجاه النص، يعني ده كده بيكتب لك، بيقول لك رايت تو ليفت، فبقى كده انا بكتب عربي. طيب هنا ليفت تو رايت، يبقى هدوس هنا ليفت تو رايت، وتاني هعمل انسرت تيبل، احدد الشكل اللي انا عايزه. تمام، هقرب دي شوية كده وخلاص كفاية، وهنا نحطهم في النص. تمام، والتيبل ديزاين، فليكن مثلا انا عايز الديزاين اللي زي اللي كان عندي اللي هو ده. اوكي، طيب ده كده بقى من الشمال لليمين. طيب ساعات ببقى بكون عايز اعمل جدول، ولكن جدول مثلا اللي هو مش محوط من الجناب، هو بيبقى في النص بس. اعمله ازاي ده؟ برضو نفس الفكرة، هعمل insert، insert table، وليكن مثلا الجدول البسيط ده عايز اعمله مثلا زي الجدول بتاع الـ XO. تمام، فببساطة هنزل دول عشان يبقوا كويسين كده، زي قريبين للمربعات. تمام، انا مش عايز الجناب دول، صح؟ فانا ممكن ببساطة من البوردرز هنا احدد انا عايز بوردر ايه وبوردر ايه. طيب دلوقتي انا محدد الخلية دي، فالخلية دي انا مش عايز لها البوتوم بوردر، فكده اتشال من عنها، لا عايز ارجعه تاني. طيب انا عايز الجدول كله ككل اشيل من عليه البوردرز، فيبقى مثلا اشيل الاوتسايد بوردرز. حلو كده، بقت زي الاكس او بالظبط. طيب انا عايز مثلا بوردر معين بس انزله، طيب بسيطة، برضو هدوس على بوردرز. مثلا انا عايز بوردر هنا، فهدوس هنا وبوردر مثلا التوب، اهو توب بوردر رجعته اهو. تمام، يعني هنا اقدر اتحكم في اي حاجة انا عاوزها. برضو ممكن احط انسايد بوردر او دياجونال بوردر، ده برضو ممكن يبقى مفيد في بعض الحالات. طيب الخطوط بتاعتي رفيعة، انا عايزها اتقل من كده، هعلم عليه كله، وبرضو اعمل من هنا اهو ده سمك الخط. مثلا انا عايزه سميك كده تخين قوي، هعمل كده 3. تمام، واحط انقي الخطوط اللي انا عاوزها كده، مثلا عاوز الخطوط بالعرض تبقى عريضة كده تخينة. حلو الكلام. طيب اللون الاسود مش عاجبني، عايز الوان زاهية مثلا اكثر، فهروح لبين كولر واختار اللون اللي انا عايزه من هنا. عندي كل الالوان، ما عجبتنيش الالوان دي برضو ممكن احط مور كولرز واختار اللون اللي انا عايزه. ما عجبنيش الالوان دي برضو ممكن اختار هنا بالظبط اللون والدرجة اللي انا عايزها بالظبط. طيب نيجي بقى للكتابة جوه البوردرز. مثلا انا بكتب هنا كده اهو، وشكل الموضوع مش لطيف قوي عشان هو بعيد قوي، يعني هو بقى فوق خالص، انا عايزه يبقى في النص، في نص الخلية. اعمل ايه في الحالة دي؟ انا عايز الخلية دي بس واللي عايزه كله. فنفرض مثلا انا عايزه كله، يبقى احدد عليه كله، وهروح للاي اوت واحدد انا عاوز النص يبقى فين بالظبط من هنا. انا عايزه يبقى فوق، تمام، بس في نص الخلية، لا انا عايزه يبقى في النص بالظبط، نص فوق ونص من فوق وتحت ونص من جنب، لا انا عايزه مثلا يبقى في الزاوية تحت على اليمين. هعمل كده، تمام، كله معايا الاريحية التامة. طيب فلنفرض مثلا انا عايز ادمج الخليتين دول مع بعض ويبقى الكتابة فيهم واحدة، احدد على الخليتين دول وهعمل merge cells اهي. حلو، دول كده بقوا خلية واحدة والكتابة اللي فيهم انضمت على بعض. طيب خلينا نفصلهم تاني اهو، split cells، عايز كام؟ عايز كام صف واحد و two columns. خلاص كده اوكي، رجعوا زي ما كانوا. يعني تقريبا ان شاء الله مش هنحتاج حاجات اكتر من كده في التابلز، كده ان شاء الله نكون غطينا اكتر مواضيع التابلز اهمية. النقطة دي بقى تخص اللي عايزين يعملوا mind maps. اللي عايز يعمل mind maps بيبقى محتاج اشكال ومخططات بيانية والكلام ده كله عشان يبقى يعمل mind map تطلع حلوة ومعبرة. طيب ايه اللي هنستعمله في الحاجة دي؟ هنستعمل حاجات من الانسرت، هندوس على insert هنا ونروح عندنا كذا حاجة ممكن نستخدمها. ممكن نستخدم smart art، وممكن نستخدم shapes، ممكن نستخدم حاجات موجودة عندنا قبل، لو حد مثلا عنده حاجة جاهزة ممكن يستخدمها، ولكن دول الاثنين هما الأساسيين في الوورد نفسه. الشيبس عندنا شيبس كتيرة وكلها الصراحة مفيدة، خصوصا لو هعمل مثلا دايرة أو مربع أو أسهم، حاجة تشير لحاجة، ممكن أعمل كذا سهم مع بعض، حاجة ينزل منها كذا حاجة. دي طبعا الأساسيات المايند ماب، وأي حد هيعمل مايند ماب لازم يستخدم دول، يعني أساسيين.
تمام، وهنلاقي برضو أشكال تانية وحاجات زيادة. يعني نحاول يبقى الكلام على قدر الإمكان جميل وما يبقاش يعني أوفر زيادة. الحاجة التانية اللي ممكن نستخدمها واللي هي جميلة الصراحة هتبقى السمارت آرت. السمارت آرت ده بيبقى أشكال زي ما انتوا شايفين كده، دي أشكال مخططات تشير لبعضها وبتبقى جاهزة، يعني احنا ما عملناش حاجة، ما بنيهاش من الصفر، ما بنيناش أي حاجة من الصفر. طيب في برضو الأشكال هنا أشكال كتيرة، ويعني الصراحة دي محتاجة واحد باله رايق، عايزة إبداع من الآخر يعني. فاللي عايز يعمل مايند ماب يخش هنا ويتفرج ويجرب ويبدع يعني من الآخر. طيب الحاجة التالتة بقى اللي هي الشارتس. الشارتس اللي هي الرسومات البيانية زي ما انتوا شايفين هنا، أو مثلا الباي دي المعروفة برضو، أو الخطوط. الحاجات دي ممكن ما تفيدناش قوي، ولكن ممكن مثلا تفيد في الميثودولوجي والكلام ده، ولكن احنا شخصيا ك مواد طبية ممكن تفيدنا يعني يدوبك في الانترودكشن لكل ديزيز مثلا او كده، دي اخرها معانا. برضو في حاجة نفس الكلام ممكن ما تفيدناش قوي في المجال بتاعنا ده، ولكن ممكن نحتاجها برضو، اللي هي المعادلات equation من هنا. ولما ندوس equation هنا هيطلع لنا الشكل ده، وده ممكن نضيف عليه اي حاجة احنا عايزينها، سواء عايزين مثلا كسر او عايزين كل الاشارات الرياضية. زي ما قلنا ممكن الرياضة ما استخدمهاش قوي في المجال بتاعنا، ولكن يعني اهي موجودة، ممكن استخدمها مثلا في الميثودولوجي برضو، يعني دي اخر حاجة. الحاجة التانية اللي ممكن نستخدمها اللي هي هنروح تاني insert السيمبل. السيمبل برضو ممكن نستخدمها، تقول لي انا وانا مالي ومال السيمبل، لا احنا ملناش دعوة دي رياضة ودي كده، لا السيمبل ممكن نستخدمها جدا عشان فيها الالفا وفيها البيتا وفيها يعني فيها كلام كتير ممكن يلزمنا. تمام، لو عايز اي سيمبل انا من هنا ممكن اضيف من هنا الفا بيتا مثلا، انا عايز بيتا اهي اضافت بيتا، لا انا عايزها على الشمال تبقى ماشية مع الكلام اهو. تمام، انا ما كفانيش مثلا السيمبلز دي، فهدوس سيمبل هنا ومور سيمبلز، وهيطلع لي كل السيمبلز اللي في الكون، اي شكل انا عايزه هلاقيه هنا ان شاء الله. وبكده ان شاء الله نكون غطينا كل حاجة احنا محتاجينها في الموضوع ده. طيب النقطة اللي جاية دي تخص اللي هيعمل كتاب او ملزمة او ورق، اي حاجة مترتبة فيها عدد صفح كتير. في اي كتاب او ملزمة بنشوف ان في هيبقى في كفر بيج اللي هو الغلاف، وفي برضو الصفح ليها ارقام، صفحة واحد صفحة اتنين صفحة تلاتة وهكذا. طيب عايزين نعرف ازاي نعمل الكلام ده بالظبط عندنا هنا في الوورد. اول حاجة الكفر بيج او الغلاف، ببساطة هنروح على insert وهنيجي على كفر بيج اول حاجة على الشمال خالص، وهنختار الكفر اللي احنا عايزينه. في كفرات طبعا جايه من الوورد نفسها موجوده، وممكن برضو نحط مور كفر بيجز فروم اوفيس دوت كوم، وهنا بقى في اشكال تانية وهنشوفهم كلهم. طبعا نختار الكفر اللي احنا عايزينه ونملي البيانات، نحط البيانات. انا مثلا عايز اختار الكفر ده، تمام، هملي البيانات هنا اللي انا عايزها، اطباء الديت، هحط التاريخ، هحط اي بيانات انا عايزها خالص، مفيش اي مشكله. ولو عايز اضيف بيانات تانية مثلا، انا عايز اضيف مثلا كلام هنا، اعمل ايه؟ هحط تكست بوكس، يعني دول اساسا تكست بوكس، تمام، فهعمل زيهم. ممكن برضو اعمل كوبي، كنترول سي كنترول في، ادي تكست بوكس تاني واكتب فيه اللي انا عايزه، او ممكن اضيف من هنا تكست بوكس وهعمل درو تكست بوكس، ده ينفع وده ينفع. بس المشكلة في الدرو تكست بوكس ان هيبقى ليه بوردر وهيبقى عايز تظبيط وكده، فانا هاخد كوبي ده اسهل. طيب لو عايز اشوف اشيل البوردر ده ازاي واغيره ازاي، اول ما ادوس عليه هيطلع لي الصفحة اللي هي شيب فورمات. فالبوردر ده هنا اسمه اهو، شوفوا البوردر الاسود ده، ده اسمه اوتلاين، شيب اوتلاين. فالشيب اوتلاين هنا عندي لونه اسود، فانا عايزه من غير اوتلاين، نو اوتلاين كده اهو، تمام، فهيبقى اختفى البوردر بتاعه، وهكتب اللي انا عايزه هنا. طيب نيجي للنقطة التانية واللي هي انا عايز احط ارقام للصفح، يعني عايز كل صفحة تبقى ليها رقم، صفحة واحد صفحة اتنين صفحة تلاتة، سواء كان الرقم تحت اخر الصفحة او اول الصفحة او على جنب. ازاي انقي الكلام ده وازاي اعمله بالظبط؟ ببساطة هروح
لانسرت، وهاجي لهنا لبيج نمبر، واختار مكان البيج نمبر. يعني انا عايز رقم الصفحة يبقى يظهر لي فين، هيظهر فوق ولا تحت ولا فين بالظبط؟ انا عايزه مثلا يظهر تحت. طيب عايزه تحت في النص ولا تحت يمين ولا تحت شمال، ولا ايه الشكل بالظبط انا عايزه؟ انا مثلا عجبني الشكل ده، تمام، فاحط الشكل ده وكده. ده هيبقى واحد من هنا. طبعا ما حسبش الغلاف معانا، عشان الغلاف احنا عطينه كغلاف فمش هيحسبه، تمام. فكده اي صفحة جديدة، بص مثلا اهو اتنين، اي الصفحة التانية بقت اتنين، خلاص كده هيمشي الترقيم لوحده واحنا مش هنتدخل فيه.